انا بعتذر. بعتذر شو جايب لك معي؟ يسلموا. سامحتك. هل صار في مصالحة بالمعظمية؟ ايه بعرف، ماما بلشت تضبب اغراضنا ورح نرجع على البيت. يعني حتروحوا من هون؟ يعني كان المفروض نروح اليوم، بس انا اقنعته انه نضل لبكره مشان اشوفك عم تلعب. اذا بتشوفيني عم العب؟ ايه يعني انه نحضر المباراة. ليلى ليلى استني شوي، مو ملاحظة انه صرنا شهرين ونص عم شوفك من ورا الحيطان بالحمامات؟ طيب خليني ولو مرة واحدة اشوفك وش لوش. سعيد انت بتعرف اذا حدا شافني من اهلي والله لتعلم راسي على جنابي. طب ما رح يشوفونا، بشوفك برات المدرسة ما منطول. طيب بشوف حسب نتيجة المباراة. يا شو دخل المباراة؟ انا ضليت هون مشانك، انت ارباح مشانك. السلطة مستمرا بين النظام والمعارضة، حيث أبدى الطرفان إصرارا شديدا على مواقفهما في آخر جلسة. بيتصدق شي، ما بيتصدق صح. بحسب القانون الدولي
لا يحق لأي شخص أيا كان أن يمس الكأس إلا الفائز به. نحن الفائزين. كيشكو ميشك باسو بولكي سبريد أوب. كل واحد يشوف شغله. 10 دقايق تبتدي المباراة. ألو تعال تعال شوف تعال الكرة. هلا خطر على بالكم تهتموا فينا؟ نحن بالملعب عم نحكي باللعبة؟ ليش ما خطر على بالكم؟ شو؟ صافي خلصنا. عندك آخر فرصة تنسحب ولا شو؟ وين الطابة؟ وين حاطين طابات؟ طابات؟ طابات بالمستودع نحن بنحطهم صح؟ طبعا لكان بالمستودع لكان وين نحطهم؟ بعبي؟ احنا عموما الطابات دايما بيكونوا بالمستودع. ما في شي بالمستودع. شو يعني هلا؟ يعني الله معك يا شاطر. حسب القانون الدولي من الممكن تأجيل انطلاق المباراة عدة ساعات. أما في حال عدم إقامة المباراة اليوم تعتبر لاغية. حبيبي إذا كتير حابب تلعب طابة روح انطج جيب لك شي طابة وتعال. سعدون. لك حاج صفوان مو بدك طابة؟ إيه. بتنزل على الشارع بتركب مكرو بتعد ثلاث مفارق بتنزل بتنزل بتلاقي المحل بوشك. طب تعال معي هات 200 ليرة. السلام عليكم. سعيد. 350 عن إذنك. سامة شو معك بصاري؟ ما معي. لا كذب علي ما رح نرجع عشان 150 ليرة. شو معك؟ ما معي. بعد خلص خليك. ما معي. 15 السلام عليكم. تفضل. كيفك معلم؟ ان شاء الله بخير. تفضل. شو صار الطابات عندكم؟ مطلوب 350 ليره. طيب مو كانه غليانه شوي؟ ارتفع الدولار. طب بخيل عينك ما بتراعينا بليره. عمو انا كل ربحي منها 25 ليره. طيب من هون لهون؟ صار عندي 350 ليرة، حبيت اشتري انا وسلام، ما حبيت شوف عند غيري. ابشتري. طيب معلم دخيل عينك، ما في طريقة ناخذها بسعر اقل؟
امشي هلا. لك والله اذا بتريد. لك يا اسامه شارع مليان سيارات امشي. لك سعيد. اسامه خلينا نسرع مشان نوصل على ضو ونلعب بقى. وبالرغم من التصريحات النارية فإن الانتظار في الشارع السوري يبقى سيئة الموقف. الشارع السوري ينتظر الحل، ينتظر التسوية، ينتظر بصيص من الأمل. اجوا شو صار معها؟ شو هي على طيزنا؟ انت علاقة طفل الأنبوب. امشي بالفوز امشي. حس ما تيسر ريتك. خد بقى يا زلمة. يلعن اختها، من الساعة قطعي يا زلمة. قد ايه الساعة؟ والله ما بعرف. حسب القانون الدولي الكرة لازم تكون بمواصفات. لا استاذ، يا عيني يا روحي يا قلبي، صرعتنا بهالقانون الدولي من الصباح لهلا، داب بزر مخنا وبعد شوي بده يبرد الجو بدنا نزنطر. شو رأيك تتخيل؟ Thank you.